السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير دائما، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة رحلتنا هتكون رائعة بإذن الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدقائق دقائق ممتعة نستمتع مع بعض وإحنا بنبني عناصر هذا المنظر الرائع. بنتابع وبنشوف كيف تنشأ هذه المراحل، كيف تنشأ هذه العناصر مرحلة مرحلة. أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بنفرد المساحات الخضراء المبدئية، ولو تلاحظ إن أنا عامل أخضر غامق فيه الزرقاء وأخضر فيه الصفرة، تداخل الأوراق مع بعضها. أما الجزئية اللي أنا شغال فيها دي، الجزئية دي هنتابعها بالراحة خالص وهنقترب بالكاميرا جدا. جزئية جميلة رائعة ممتعة هنشوفها مع بعض كيف تنشأ. الجزئية دي هتكون مجموعة من الصخور اللي على بعضها. شفت بدأنا بإيه؟ بدأنا بمساحات الصخور باللون الرصاصي واللون العسلي الحمصي، وهنشوف بنجسد الصخور دي ازاي. تابع ولاحظ معايا المراحل مرحلة مرحلة. بعد ما حددنا الصخور باللون بألوانها المبدئية، بنحط الظلال بين الصخور زي ما احنا شايفين كده، علشان ناخد من الظلال دي ونعمل تجسيدات كل صخرة بالراحة واحدة واحدة. إنشاء سريع ولكن بنظام، لو اتبعت النظام ده هترتاح. بعد ما حطينا الجسور الظل اللي بين كل صخرة وصخرة، وحددنا مساحة كل صخرة، هنبدأ ناخد من الظلال واحدة واحدة، وهنحط برضو الأضواء واحدة واحدة من يم الشمال. المساحات اللي هتكون خضرة اللي فيها أعشاب كلها بديها اهو، البعيد والقريب. أما المية اللي احنا هنعملها مع بعض دي، جناية مش غويطة قوي، والأرضية بتاعت الجناية باينة إلى حد ما، شيء ممتع. هنتابع برضو المية دي وهي بتتعامل بالتفصيل واحدة واحدة. شوف هزات المية وجريان المية، واحنا عايزين جو معين للمية دي. هنفضل ورا الألوان لحد ما نحصل على هذا ايه، هذه الأضواء اللي احنا عايزينها وهذه الأجواء. متعة الإنشاء، إنشاء العناصر، وهنقترب بالكاميرا من الأجزاء المهمة وهنبطئ الكاميرا أيضا. طبعا المية من الجزئية اللي تحت الشجر دي لها لون زيتي بخضار كده، بنعمله اهو، وبندمج ألواننا أول بأول. بنحط أضواء المية وبندمج على سطح اللوحة الألوان أول بأول، بنحط الفاتح نرجع نحط الغامق وندمجهم مع بعض زي ما احنا شايفين. هكذا الأضواء. حطينا ملامح المية، لسه المية فيها شغل كتير خالص، والخضرة اللي فوق والأوراق فيها شغل كتير خالص، ولكن زي ما تعودنا مع بعض بنتنقل بين عناصر الطبيعة. شوف المية عاملينها الخضار الزيتي اللي واخد للعسل شوية واللي واخد للرصاصي شوية، حسب العناصر اللي فوق المية أصلا، لأن المية بتعكس اللي على الأرض من فوق. طبعا المية كانت زايدة فعاملة بلل للشاطئ، والبلل بيكون غامق شوية. احنا بنعمل أساس البلل أهو، الحتة اللي كان عليها مية وخست هنعملها بلون غامق شوية،
لون مدي للبني للموف للرصاصي للزيتي. خدنا تشكيلة من الألوان دي على بعضها وعملنا اللون اللي هو هنعمل بيه مكان البلل بنحطه، ولسه هنحط على نفس المكان ده أضواء وظلال أيضا. نرجع للصخور تاني، شوفوا لاحظ معايا زي ما وعدتكم، جربت الكاميرا اهوت علشان نشوف الملامح دي بتنشأ ازاي. باخد انا يعني في حاجة مهمة المفروض تكون واخد بالك منها، ان انا محافظ على الظلال في الناحية اليمين ومن تحت، بخلي الظلال ظلال كل صخرة من اليمين ومن تحت، وهدي الاضواء من فوق ومن على الشمال. لاحظ الكلمتين دول معايا، لسه ما اديتش اضواء ولكن انا بعمل عملية دمج للالوان. الصخور طبعا مش لون واحد، عامل التعريق في حتة فاتحة، انا بدأت ادي اضواء اهو من فوق ومن على من على الشمال. خد بالك معايا، وبوزع الاضواء واحدة واحدة، وهنزل بالاضواء برضو واحدة واحدة، بحط الضوء واخد منه علشان تديك الخربشة اللي في الصخور والالوان الطبيعيه بتاعت الصخره. يعني كل صخره فيها كذا لون. بدأناه بالمرحله الاولى زي ما شفنا في البدايه، وببدأ يعني اغير في الالوان مع تجسيمه الصخور وتضليعه الصخور بالاضواء والظلال. شفت الصخور بدأت تبان معاك ازاي واحده واحده، محافظ على الاضواء في الشمال وفوق. كل صخره لوحدها، كل صخره ليها أضواءها وظلالها لوحدها. هبدأ أحط اللون الغامق جدا اللي هو أعلى ظل في الأماكن العميقة. شفت جربت لك الكاميرا إزاي؟ بسن فرشة رفيعة وبتعمل الأماكن العميقة، بتغمقها أكتر أهو. ظهرت معاك الصخور، وزي ما حطيت أعلى ظل هحط معاك أعلى ضوء. هنحطه فين زي ما اتفقنا؟ هنحطه على كل صخرة من فوق ومن على الشمال. زي ما حطيت الظل اهو هحط الأضواء. ممكن نسيب الصخور دي ونشتغل في عنصر تاني على ما الصخور تشد، نشتغل في المية. الجزئية من المية اللي أنا شغال فيها دي قصة وحكاية لوحدها. حطيت اللون الأخضر مع اللون الرصاصي مع اللون العسلي ودمجتهم في بعض، ومحافظ على اللون الخضاري، تبقى المية زيتي كده بخضار وعاطي على العسلي برضه في مية الجنيان اللي زي دي كده. وباجي من بحط جسر بين اليابس والمية، وباخد من الجسر الظل ده وبطلع على المية واحدة واحدة. المية دي جارية جدا، يعني جاية منحدرة من هناك وجاي علينا بسرعة، فعاملة زبزبة رهيبة في المية كده. شوف الزبزبة دي بنعملها ازاي. بندي ظلال اهوت لكل موجة، ظلال مبدئية، وناخد يعني اعتبرها جسور الظل برضو اللي هي بين الموجة والمية نفسها، وباخد من الجسور دي ووزع علشان احط جسور اضواء لكل موجة. وهوزع الكاميرا قريبة اهي، بدأت أحط جسور الضوء، بنزل واحدة واحدة، ما بحطش أبيض مرة واحدة، لا بصرخ بألواني شيئا فشيئا. زي ما حطيت جسور ظل بحط جسور ضوء، ولكن الضوء من يم هناك وأنا جاي اليم هنا، الظل كنت بحطه من هنا وأنا رايح اليم هناك، مهم الكلام ده. لكن أضواء المية أنا جسر الضوء أهو وبسحبه وأنا جاي. المية ماشية أمواج أمواج، هي صغيرة ولكن امواج كتيره جدا ورا بعضها لان الميه جاريه زي ما قلنا. حطيت الظلال عشان لما اجي احط ملامح الاهتزازات بتاعه الميه تبان معايا. بدات احط اهو وادمج الظلال واحط ذبذبه الميه بضربات عرضيه زي ما احنا شايفين كده. شوف ولاحظ الابيض من هناك وانا جاي اليم هنا نازل بالسنه، كل موجه بنفس الشكل، الموجة اللي بعدها نفس الكلام اهو، ولكن الحتة دي انا هسيحها فيها لمعة شوية، لمعة السماء باينة في الحتة دي،
والإضاءة، ولكن هرجع بحط ظلالي عشان هحط أمواج تاني. شوف الأمواج وأنا بنشئها واحدة واحدة، أدا موجة وده موجة، بحط جسور وآخد من الجسور دي وأنزل يمي هنا، كل جسر باخد منه وأنا جاي يمي هنا حتة ورا حتة، أهي دي موجة ودي موجة، موجة ورا موجة، المية جاية بانحدار ومحافظ على ألوان المية اللي باينة في المية، منعكسة من الإيه؟ من الطبيعة اللي فوق المية واللي على الأرض اللي فوق المية. بزود الإضاءة واحدة واحدة، بزود من الأطراف أهو وأنا جاي، وبنزل بألسنة وأنا جاي واحدة واحدة. كل موجة أنا عملتها بديلها لسعة ضوئية فوق كده زي ما احنا شايفين الأمواج المنحدرة اللي ورا بعضها. شفت المية ظهرت معانا ازاي؟ واحدة واحدة واحنا بنبنيها، ولسه هنزود الإضاءة سنة كمان. شفت كل موجة بشكل هرمي كده، ولكن هرمي منحل يعني في انسيابية منفرج، وهكذا المية خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، زي ما قلنا بنتنقل بين عناصر طبيعية. بنعمل الأرض البر التاني، بنعمل مبدئيا لونه اهو، وزي ما قلنا بندمج الألوان على أرضية اللوحة جزئية بجزئية. شفت اللون البني الخفيف اللي انا دمجته مع الرصاصي البعيد ده، لان هناك كده في اضاءه، ساعه ما الجزئيه اللي هناك دي تتعامل باضواءها وظلالها تبدو رائعه ان شاء الله، وهنشوف مع بعض الكلام ده وافكركم بيه. انا محافظ على الحته المبلوله، زي ما قلنا الجنايه دي كانت فيها ميه كتير وخست شويه، فلما خست سابت اثار الميه في بلل اهو، بنحط اضواء وظلاله برضو. كل جزئيه بنحط لها لون مبدئيا، ونبدا نفتح في اماكن ونظلل في اماكن، وهو ده الشغل. الارضيه بنعملها اهو بندمجها، ولكن في ليم الاضاءه هناك ادينا لها اللون الحراري اللي هو البني ده، هنرجع له تاني. شوف وانا ببني الحيطة بتاعت السور أو السور بتاع الحديقة اللي قدامنا دي، زي ما تقول وسط دار أو واحد محوط على بستانه أو كده، ادينا اللون المبدئي اللون الطيني رصاصي مع شعرة عسلي، ولما بنيجي في الإضاءة بنزود الأبيض مع البرتقالي شوية علشان الإضاءة، وخليط من البيج الحمصي مع الرصاصي اللي مدي الموف مع زيادة العسل شوية، بنعمل السور زي ما احنا شايفين، بندمج ألواننا واحدة واحدة. ما ينفعش تحط لون واحد وخلاص، لا ده ألوان كتيرة متراكبة أضواء وظلال. لاحظ معايا وشوف، تكون محضر اللون الحمصي ده واللون الرصاصي، بتاخد من ده على ده ومن ده على ده وهكذا. شفت السور ده هنغمقه شوية، السور ده هيبدو رائع، يعني انا مظلل الاماكن ومفتح اماكن زي ما انت شايف، علشان دي هتكون اضواء وظلال، هتشوفها بعد دقائق قليلة ان شاء الله، تبدو كأن الاضاءة والشمس نفدت من بين الاوراق وظل الاشجار. هنعمله بشكل رائع جدا، تابع معايا وشوف. دمجنا الألوان، ومن فوق من تحت الشجر اللي هيكون طالع من على السور ده عاملين ظل أهو، لسه هنزود الظل. أما ملامح السور بناخد بعض الأجزاء الغامقة شوية، كأنها حتت اتكسرت حتت شروخ، وبعد ما نغمق نسبيا هرجع أغمق أكتر شوية وأحط في الأعماق. نسيب العنصر ده وننتقل لعنصر تاني، الأوراق اللي احنا عملناها. نبدأ نعمل نمشة خفيفة كده باللون الزيتي الغامق، وكأنها ظلال الأوراق والأعماق المتخللة بين الأوراق وبعضها، بنعملها نمشة سريعة كده بفرشة كبيرة، علشان بعد كده هندي أوراق باللون الفاتح على النمشة دي، فهتبدو الأوراق واقعية جدا وجميلة جدا. لاحظ معايا وشوف،
دي مرحلة. أنا حطيت اللون الأخضر الظاهر الجامد اللي احنا عملناه في الأول، وأنا بعمل دلوقتي تاني من لون زيتي، وتلاحظ إن أنا سايب بقر بين الأوراق وبعضها كأنها يعني أشجار بعيدة بين من بين الأوراق القريبة هكذا. أبدأ أحط باللون الأخضر بطرف الفرشة زي ما احنا شايفين اهو، مع اللون الغامق الزيتي اللي انا حطيته، هتبدو الأوراق يعني متداخلة وفي أوراق عالية، ولكن انا حاطط الغامق في أماكن معينة، الأماكن دي اللي هتكون الأعماق، وهضرب على أطرافها بأوراق فاتحة، هبين الكلام ده وهجرب بالكاميرا، ولكن بعد ما نسيب الجزئية دي شوية على ما الألوان تشد شوية، لأن لما بتحط ألوان فاتحة على ألوان غامقة ولسه ما شدتش الألوان بتبلع بعضها، بنتنقل بين عناصر الطبيعة. تلاحظ إن أنا محافظ على الظلال اللي أنا حطيتها، عاملة أغصان باينة من بعيدة إيه؟ عاملة أغصان، وهاجي من تحت الأغصان دي وظلل في السور نفسه. وطبعا احنا قلنا التظليل بيكون مناسب للسجادة اللي انت شغال عليه او للسطح اللي انت شغال عليه. السطح بتاعنا السور، السور يعني فيه الطيني، لون طيني او بني، فانا بعمل ظلال اكتر شوية هيت، ولكن مديلها البنية دي لان هنا المكان فيه حرارة فيه اضواء، وزي ما قلنا هيبان الكلام ده والاجواء اللي احنا بنتكلم فيها دي لما تكمل الاضواء والظلال. بنروح لجزئية تانية في المنظر، الاشجار البعيدة اللي باينة من بين الاوراق القريبة هكذا بلون ضعيف شوية، بننشئها علشان هندي سيقانها بعد شوية. بانت الأشجار دي، ومحافظ برضو على المتخللات اللي أنا عملتها في البداية خالص باللون الرصاصي الفاتح، وبندي بعض الأضواء كده في الأشجار وكأنها السماء اللي ورا أو بعض الثقوب اللي بين الأغصان أهو، مبينة الأجواء اللي ورا بتكون فاتحة شوية هكذا. نسيب عنصر الشجر وننزل على الخضرة اللي تحت، ندي برضو ألوان مبدئية، نتنقل بين عناصر الطبيعة. السور اللي هناك ده بعض النباتات طالعة جنب السور، طبعا الطريق النباتات مش موجودة عليه، ولكن جنب الجدران البيوت بتطلع نباتات خفيفة كده، وخاصة في البيئة الريفية يعني. بننشئ هذه النباتات اهي واحدة واحدة، هنرجع لها تاني ولكن بعد ما ندي الجزئية دي ساق الشجرة الكبيرة دي. لاحظ ان انا مظلل من فوق من تحت الاوراق وانا نازل، بتلاقي الفاتح الظل على الشمال على اليمين والضوء على الشمال، ومظلل برضو من تحت عشان ادي بعض النباتات اللي تحت والاعشاب العشوائية اللي تحت جذع الشجرة من تحت هكذا. الاعشاب دي ما خلصتش لسه، هنشتغل عليها بإذن الله. بعض الملامح في السور البعيد، بندي ظلال مش قوية جدا يعني غامقة نوعا ما عن السور، علشان بعد كده هنقوي اللون شوية ونغمقه أكتر وندي في الأعماق، فهتبدو الشروخ واقعية وهتبدو الحتت المعضعضة في السور المبني بالطوب اللبن ده والطوب الني ده، فاتح وغامق، فيبان العضعضة والخربشة بتاعت السور والأماكن المشرخة بالغامق والأغمق منه والفاتح والأفتح منه.
سيبنا الجدار ده ورحنا للجزئية الرائعة اللي معانا دي، بنعمل الحرف بتاع الأرض اللي باين من بين الأعشاب وبعضها، أرض طينية وعشوائية النباتات طالعة في حتت وحتت، وبنستخدم الفرش المناسبة في كل إيه، في كل عنصر. عايز أعمل الأوراق رفيعة، دي فرشة رفيعة، وبنضرب من تحت لفوق زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بعد ما حطيت أساس الخضرة بفرشة كبيرة في البداية، وبعمل جسور ظل للنباتات والأرض، بين كل عنصر والتاني لازم تعمل جسور الظل دي، وبالفرشة المروحة بعض أطراف الأوراق كده كأنها أعشاب مختلفة ونباتات مختلفة، دي الجط ومشيط ونجيلة، نباتات كل بلد بيكون لها مسمى للنباتات دي، سهيلة. مشيط. وطبعا الارض برضو بتاخد يعني الخربشه بتاعت الارض دي، عدن قديمه تراب شرب حصو، بنعمل الكلام ده برضو اهوت بالايه، بالفاتح والغني. كل ما بنيجي ننتهي من العنصر، كل ما كانت ضرباتنا ادق، ونبدا نحدد الملامح بدقه شويه. في البداية كنا بنحط ألوان من غير دقة، وعند الملامح بنبدأ ندقق شوية، بناخد من جسور الظل ونوزع. شفت بدأت الجزئية واقعية ازاي مع النباتات اللي الشمس ضربة فيها، والنباتات اللي الناشفة اللي عملت اللون البني أو البيج، الجش اللي نشف ده بتاع النباتات اللي هي القديمة، وفي منها اللي هو لسه أخضر زي ما احنا شايفين. وهكذا باللسعات الضوئية النهائية ظهرت، رجعنا للصخور تاني زي ما قلنا، بنرجع للعناصر واحدة واحدة، نبدأ نعلي الضوء زي ما علينا الظل في الأماكن العميقة من شوية، شفنا مع بعض بنعلي الضوء في الأماكن المرتفعة جدا اللي هي أقرب شيء للضوء، كل صخرة من فوق ومن على اليمين، ومحافظين على الظلال من تحت ومن على الشمال، قصدي بالعكس يعني، الظلال من تحت على اليمين، من تحت على اليمين، والأضواء من فوق ومن على الشمال. شفت الصخور بدت طبيعية ازاي ومجسمة، كل صخرة تحس ان فيها شغل كتير جدا، ولكن بالضربات المنظمة والخطوات المنظمة اللي احنا شفناها مع بعض بتعمل الملامح دي كلها بسهولة وبسرعة. برضو نفس الكلام في السور الطيني اللي هناك ده والباب ده، هنشوف ملامحه من قريب، هجرب لكم الكاميرا ونشوف احنا بندي ملامحه، والشروخ اللي في الباب اللي في الباب، والمسامير حتى اللي هتعمل فيه بطريقة رائعة. السور في حتة زي مفحورة كده، وهذه الشروخ بدأنا نحط الألوان الغامقة، اللون الغامق اللي هو إيه بيبين الشروخ، وفرشة برضو رفيعة. شفت حتى العروق والألواح اللي مصنوع منها الباب هكذا، ودي المسامير أهي، بتحط الملامح بتاعتك واحدة واحدة، تستعمل الفرشة المناسبة لكل عنصر حسب حجمه. عنصر الصغيرة الدقيقة دي تستعمل بفرشة رفيعة ودقيقة، عنصر كبيرة فرشة كبيرة. أنا بدي الأعماق بلون غامق أهو زي ما قلنا، إدينا لون أغمق شوية، وفي أغمق أكتر. اللي أنا بعمله ده بفرشة كبيرة، بتدي بعض النمشة كده على السور بلون خفيف جدا، علشان تديك الواقعية اللي احنا شايفينها دي. تعال نرجع للأوراق اللي هي طالعة من على السور. شفت انا محافظ على الظل تحت كل غصن اهو، وعلى الأطراف بدي لون فاتح شوية بأخضر واضح
الأوراق الواضحة، وشفت السور ظهر ازاي معاك في أضواء وظلال ازاي. الكلام اللي احنا قلناه في البداية، الجزئية دي كأنها فعلا مظللة تحت الأوراق، وبعض الأضواء أشعة الشمس من بين الأوراق. شفت الفرشة بالراحة من قريب جدا خالص، وبندي الأوراق بحرف الفرشة، وكل غصن لوحده اداناله أضواءه من فوق لوحده، وبعض الفروع الخفيفة وأطراف الغصن بالفرشة الصغيرة، وادي الأوراق اهي. بان الغصن كأنه عالي وطالل من على السور، الحديقة اللي في الشارع اللي في الناحية التانية، والشارع شفت الإضاءة اللاسعة الضوئية اللي في الشارع دي، كأن هنا شارع والضوء فيه. نفس الكلام، هنمشي على الأغصان دي كلها بنفس الفلسفة، ندي أوراق باللون الفاتح، ومحافظين على الظل اللي بين الأغصان وبعضها. المسألة دي بتحتاج انك تلاحظ معايا وتشوف وتكرر الرؤية، تشوف العناصر دي بتنشأ ازاي بمراحلها، لان لما بتمشي بخطوات منظمة زي ما احنا مشينا كده، العناصر بتظهر معاك علشان ما تتهش بين عناصر الطبيعة وبعضها، ما تتهش. خد بالك من المراحل والخطوات ومشي بهذا النظام، هترتاح وهتوصل لنتائج مبهرة إن شاء الله تعالى. ودي كانت لمساتنا الأخيرة ونهاية رحلتنا، على أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.